السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم وصفه معروفه بزاف عند الناس ديال بكري، هي بركوكش. اللي غنحتاج فيها المقادير التالية: غنحتاج نص كيلو ديال السميده ديال الكسكسو، جوج لترو ديال الحليب ديال البقر، ملح، زيت المائده، نرشو السميدة ديالنا بالماء ونكسكسوها، Thank you.
بعد كيف ما كتشاهدوا معايا ولا الحبيبات ديالو غلاض. غنضيف ليه الزيت دابا نديرو في الكسكاس باش يفور فورة الاولى. كنفورو فورة وحدة حتى يفور مزيان. ومن بعد نشوفو كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما فورناه غنفكوه. كيف ما كتشاهدوا معايا غنعاود نفكوه بالزيت او الزبدة على حسب كل واحد الطريقة دابا نخليه حتى يبرد ومن بعد غنجيب البرمة غندير فيها ديك جوج لترو ديال الحليب وكاس ديال الماء ونخليه يطيب مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا خويت الحليب في البرمة وكاس ديال الماء ونخليه حتى يغلى. من بعد ما غلى الحليب كنرمي السنيده ديالنا فيه ونحرك. كنبقى مرة مرة نحرك تنحس بيه الطعم. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي البركوش بركوكش ديالنا ها هو وجد. انا فاش رميته في الكوك عفوا في البرمه ضفت ليه الملح. كيف ما كتشاهدوا زدت عليه الزبده بلديه من الفوق. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم تجربوه. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.